D1FM 91.2. Face à face. صباح النور. اليوم في فاس فاس نحكيو على الحملة الاتصالية اللي عملتها ستيج باش توعي الناس لترشيد استهلاك الكليماتيزور والطاقة عموما. هات نسمعوا المواطن كيفاش يتفاعل مع مساجات ستيج. مش الانحباس الحراري بالدرجة هذه، حتى إذا كان موجود بطريقة أخرى، مع أنه التونسي كما تعرف حب حياة الرفاهية، ماذا به يبعد على السخانة، يبعد على الحوايج اللي تقلقوا، كيف معاش ولا من الكماليات ولا من الضروريات. وسامبلومون كونوا ناجين إذا كان فما استراتيجية أخرى يعملوها مع المواطنين، خاصة استراتيجية في الكوميونيكاسيون، يزم عن طريق الإذاعات، عن طريق التلفاز، عن طريق الصحف الإلكترونية ولا حتى الورق. دونك يزم الاستحفاظ الطاقة بشوية بشوية بشوية، برامج شوية توعيات. الدنيا زاد سخنة أكثر من العادة، ماهيش عادية سخنة هذه، حسها ولات سخنة. بل الواحد يخرج على الفيراندا، عندنا فيراندا على الدار، فما البرود فما كذا، تو حتى في الليل ما فماش الهواء، ما عادش فما. يمكن بالاكتظاظ، يمكن بالعمارات اللي تزادوا، يمكن الهواء تسكر من ربع شيرة، الله أعلم. استعمال مكيفات برشا، موتورات من برا يخرجوا سخنة. غلط هذا مساجات اللي قاعدة تجينا وستعمل 26 ديجري. أنا دخلت البيرو في ستيج نلقاه مخليها على 20 كيماتيزور نتاعو، وإحنا باعثين لنا مساجات خليها على 26 ديجري، خليها على 25 ديجري، خليها على 28 ديجري باش يقلص من الطاقة وما نعرف شنو. خاطر سخانة سيبورتابل، معناها العباد حاجة ضرورية مش بسيون، معناها تدخل تلقى دار سخونة ياسر، معناتها حتى النوم باش ترقد ولا ترتاح معناتها امبوسيبل في الطقس هذا. دونك حاجة ضرورية معناها برشا، نشوفوا مع حكاية فارغة زاد، معناتها ما نتخيلش تلقى تونسي حاط كليماتيزور على 26. ما نعرفش ستيك يمكن تحب توعي الشعب، ما نتخيلش انه معناتها الحكاية افيكاس. أكشوف الطقس كليماتيزور ولا ضروري؟ كليماتيزور حاجة ضرورية، والعبيد كلها تويكة دار ما فيش كليماتيزور، راهي برا داخل كوشة، فهمت؟ يزم كليماتيزور ضروري أخويا، الناس تبلع روحها في القروض، بلع روحها في البنوك، شوفها السنترال كليماتيزور سنترال، هذه حاجة ضرورية. أنا نشوف حكاية أكثر من عادية، أنا مش نعطيك رقم، أما 95% يقرأوا المساج ويخرجوا، وأنت يفهم وحدك، كيف فارغة؟ يا ستيك تخسر في حق الفلوس تاع المساجات وبرا، نزيد بالعكس نزيد في كليماتيزور، أنا كان أدخل ستيك تلقى حتى 25. خلينا المكلفة بالإعلام بالشركة التونسية للكهرباء والغاز أمال الثابتي فسفس مع المواطنين، هيت نسمعوها شنو وردت عليهم. ديزاسيون ماهيش كان اس ام اس، فما معناتها اترافير لي ميديا موجوده ديزافيش، فما معناتها باكيج كامل منهم الاس ام اس، معناتها ديز اس ام اس ليونتيل نتاعنا. والاس ام اس معناتها مش السماء اول مره نستعملوه، معناتها ما قلت لك عندها اقل حاجه 3 سنين، وكل عام نحسوا اللي فما استفاده من طرف المواطنين، تاثر فما ناس اخرين تلقاها اقل، لكن اون جينيرال العباد مستحسنين الاس ام اس خاطر يذكرهم خاطر كذا. هذه معناتها جروسو مودو لاسنيت نعملوا ليفاليياسيون ونخرجوا لي ريزلتا، وراهو ديما في اي اكسيون تعملها انت في لورا دي جون كي سون كونتر ولا مش موافقين ولا ما مستحسنوش الحاجه هذيك. لكن كيس سا بريزون بارابور ا لونسومبل دو لا كليونتيل دو لا اي بارابور ا لونسومبل دي سيتويان. اذا كان انا نلقى 5% من البوبولاسيون تاعي و 60% تحسنوا، دونك لا ماجوريتي تحسنت، فهمت شي فيها؟ ما نجموش نحكيو هكاك في لابسولو، لازم نشوفوا لو بورسونتاج وقتها، وهذا نجمو نعرفوه في ليفاليياسيون دو لا كامباني في الفان سيزون تاعنا اللي عندنا ونتبعوا فيه. هي ذروه الاستهلاك اللي قاعده تطلع برشا في البريود هذه نتاع السخانه. كما قلنا احنا ونشيف الريكورد، عملنا 3870 ميجا وات اللي هي اول مره نخلطوا لها في تاريخ شركه الغاز، وهذه من معناتها من جراء السخانه، وهذه قاعدين نتبعوا فيه، معناتها نشوفوا الايفوليسيون الكونسوماسيون كيف كبرت برشا، وقاعده بالسخانه هذه قاعده تطلع يسري.